الفيلم كان لك على يعني فانتاستيك فور بس ما كانوا مرة فانتاستيك، كانوا بس فور أغبياء شوية. ونشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم. أنا لا إلا اللي شفتوكم شيء كان آخر مقطع نزلت في اليوتيوب قبل 4 سنوات ونص. سافرت كثير، رحت اليابان، اوكي اخيرا بريطانيا، المالديف، كوريا، الصين. عادي اقول الصين ما رحت الصين؟ لا اوكي ما رحت الصين. اكلت كثير. وكلت تعلمت اشياء كثيره، غمرت كثير. ثواني قابلت ناس مره كثير. هاي طب باي ماتني وحيوانات كمان. جبت حيوانات، جبت حيوانات مره كثير، ما ادري ايش صار بالضبط. في شيء كذا فجأة حيوانات، ثعابين، بومات، بسس، تحالي، فجأة صار بيتي حديقة حيوانات. كيف صار كذا ما أدري. قمري قمري مسالم، ما أحب هذا القمري، بس الشباك الثاني يعيشون عليه حمام، فأستناهم لين يفقس أسرقه أعطيه ثعابين. المهم قبل أسبوعين تقريبا صحيت وقررت إنه أرجع لليوتيوب، بس المرة ذي رجع حماسية، محتوى أجمل، وان شاء الله اعداد افضل وتجهيز افضل للمقاطع. حيكون في فلوقات اسبوعيه، شهريا بنزل مقطع، يا يكون رسم، تصوير، تصميم، مقاطع تساعد في تحسين اسلوب الحياه على حسب خبراتي اللي صارت لي خلال الاربع سنوات فقط. صار لي اشياء كثيره. اللي يعرفني يعرف قديش انا مهووس، كل بعد فتره كذا نهوس بشيء. فخلال الفتره ذي يعني كل مجال اخش فيه او كل شغف جديد اكتشفه اقعد اخش فيه بزياده، مثلا تجميع كوينز اللي هي عمله نقديه، جلد كافي، تحميص كافي، طريقه اعدادها، ما ادري ايش، جلود، كيف تسوي الجلود، اوريغامي، وطبق ولا تطبق، وما ادري. لما اكتشفت الجلد اكتشفت عالم ثاني، يعني ما كنت اتخيل انه في تقدر تسوي محفظه وتقدر تسوي نوت بوك في البيت، تقطع جلد وتخيط وتسوي اشياء. القهوة مثلا كنت اشتري قهوة من ستاربكس، دانكن، زي احد، بعدين فجأة كذا صرت سبيشاليتي كافي، وصرت اروح اخذ من مد وما مد والسبيشاليتي كافي اللي بجدة وفي كل مكان. بعدين قلت ليش ما احمص قهوتي بنفسي، وصرت اشتري قهوة خضراء واحمصها بنفسي، وتعلمت كيف الحمصات، وتعلمت كيف اسوي كيمكس في 60 دريب سيفون كافي مدري ايش. فاصل كافي. وعشان تشوفون كل ذا واكثر ان شاء الله، تشوفون تصوير وتصميم وحرف يدويه واشياء غريبه وسفرات ورحلات، واعرفكم على حيواناتي كلها، لا تنسون تشتركون في القناه. لا 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 اوكي، لا تنسون لايك وشير سبسكرايب. لا تنسون لايك شير سبسكرايب وكومنتات، اكتبوا سكار حلوه. اللي يكتب سكار حلوه له هديه في المقطع الجاي. نو كيدي، ام اي كيدي. أنا مزح سكار؟